أهالينا أبدعوا لما ألفوا المثل اللي يحسب الحسابات في الهنيبات، لأنك يا إما أنت قائد لظروفك يا إما سايب نفسك للظروف هي اللي تسوقك، وكل شوية تتفاجئ وتتصدم باللي أنت مش عامل حسابه. والفرق ما بين قائد الظروف أو اللي سايب الظروف تسوقه عبادة، ليست فقط مهارة، هي عبادة اسمها عبادة التخطيط. عبادة التخطيط بتسأل نفسك أنا فين دلوقتي وعايز أبقى فين بعدين وإيه الخطوات اللي أبدأ بيها. ببساطة بتحط أمنياتك في خطوات محسوبة، واللي يحسب الحسابات في الهنيبات. ذكرت عبادة التخطيط في المعاني الكبرى والأمنيات العظمى للإنسان، وهي الفوز برضا ربنا يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عايز تبقى جنب مين بكرة يوم القيامة؟ وإيه المطلوب منك دلوقتي عشان تيجي جنب الصالحين بكرة؟ حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس، يعني الذكي الحكيم، الكيس من دان نفسه، سأل نفسه مطلوب مني إيه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. خليكي قاعدة، ثم تمنى على الله الأماني، لما نبقى يجي بكرة شوف بقى هنعمل إيه. وكتير بيتورط ويجي يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لكن خدت بالك من كلمة النبي الكيس من دان نفسه؟ انت مديون لمستقبلك. طبق ده على كل جوانب حياتك مش بس لقاء الله. انت مثلا شاب لسه متخرج، انت فين دلوقتي؟ لسه متخرج، عايز تروح فين وايه اول خطواتك؟ عايز مثلا تتقل شهادتك العلمية؟ عايز تتجوز؟ ده هيأثر جدا في شكل بحثك عن الشغلانة وطريقة الصرف لدخلك لو اشتغلت. طب انت اتجوزت، خطة الإنفاق المالي أو الخطوة اللي جاية زي الخلفة مثلا لازم تبقى في بالك، دخلنا كذا واحتياجاتنا كذا، نقدر نحوش كذا علشان نعرف ناخد خطوة لقدام أنا ومراتي. مش واحد يبقى متجوز ودخله يدوبك ونازل شاري موبايل وسط الشهر فيتورط ويستلف. اللي عايش في الدنيا بدون تخطيط لدنيته أو آخرته اسمه الغافل. وربك بيقول للغافل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده الغافل عن الآخرة اللي مش في باله يخطط عايز يقف فين يوم القيامة. أما بقى على مستوى الدنيا فالحديث بيقول: فالمؤمن كيس فطن، عنده فطنة، قليل الصدمات بسبب أنه مداوم على التخطيط. أقول لك تعمل إيه عشان تبقى اللي يحسب الحسابات في الهنيبات؟ أرصد مكانك دلوقتي، أنت طالب، أنت حديث التخرج، أنت متزوج، شوف أنت فين، ثم أرصد أنت عايز تروح فين مثلاً السنة اللي جاية أو الخمس سنين اللي جايين، ثم أسأل نفسك إيه الخطوة القادمة اللي أبدأ بيها، الخطوة القادمة واللي بعدها أول خطوتين. يبقى أنا فين، تعريفك لنفسك، عايز تروح فين بعد سنة سنتين، ثم أول خطوتين. امسك الطريق بس واستعين بربنا سبحانه وتعالى، وما تخليش أي أمنية بتخطط ليها في دنيتك تأثر على الأمنية الكبرى وهي رضا ربنا سبحانه وتعالى. جرب كده تاخد بالأسباب وتخطط وتحسب الحسابات وشوف مدد ربنا وفتحه عليك، لأن ربنا بيقول: والذين جاهدوا فينا، والتخطيط محتاج اجتهاد على الأقل فكري، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هشارككم في تجربة شخصية من أكبر إنجازات حياتي، تستغربش، إن أنا ومراتي دفعنا خلفة ابني الأول من غير ما استلف. أول ما عرفنا خبر الحمل كان وقتها مرتبي 1700 جنيه وكان بيخلص كله على آخر الشهر. سألنا وقتها الدكتور والمستشفى، عرفنا أن تكلفة الولادة كلها 5200 جنيه محتاجين يتدبروا في 9 شهور. رحلة تدبيرهم أنا ومراتي ال 5200 جنيه من أصل مرتب 1700 بتصرف كلهم كانت تحدي ممتع. أولاً غيرنا طريقة الصرف، غيرنا مستوى الفسحة الأسبوعية الوحيدة اللي كنا متفسحها يوم الجمعة، محتاج تشيل 600 جنيه من كل شهر، تلت المرتب تقريبا، وكانوا بيتحطوا في ظرف وفاكر مكانهم كان فين بالظبط. لحظة دفع لفلوس المستشفى كأني أنا ومراتي بنستلم جايزة كبيرة جدا. أكيد أهلنا ساعدونا ما نستغناش عنهم، لكن المبلغ ده بالذات كان من تخطيطي أنا ومراتي رضي الله عنه. عشان كده اللي يحسب الحسابات في الهنيبات
فخطط وفكر، ودي عبادة ربنا أوصاك بيها وسيدنا رسول الله. فاللهم إنا نسألك يا رب المدد والعون والغوث في كل خطوة في حياتنا، وافتح لنا يا رب أبواب الرزق، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.